يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ خير، الحمد لله. وسهلا باشمهندس. الحمد لله. انت شايفين كده السكرين عندي؟ ايوه، موجود الموديل. طب لا يعني بقى، تمام. نعم تمام، واضحة. اوكي. طب سريعا كده انا عايز اتعرف عليكم، يعني كل واحد سريعا يقول لي، عرفني بنفسه، شغال فين دلوقتي وبيعمل ايه؟ حياك الله، معك المهندس عبد الوهاب من السعودية، مدينة جدة، مدير صيانة. تمام، اهلا بك هندسه. وسهلا بكم. أنا بعرف عن نفسي، أنا الطالب أمين مليص، طالب هندسة مباني بالسعودية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، سنة التخرج إن شاء الله. ان شاء الله، اهلا بك هندسه. أهلا بك، توفيق. إياك يا رب. انا مهندس محمد مسلم، جونيور بلانينج في سي باص في مصر. اول محاضره ليا هاي تشافي في سي باس. مركز دراسات تخصصيه. تمام، اهلا بك هندسه. اهلا بحضرتك. احنا بنتعامل معاكم على فكره. اهلا وسهلا. هو احنا انا لسه جديد معاهم، ده تاني شهر ليا لسه. تمام. لا، مركز سي باس مركز كبير، احنا بنتعامل معاه يعني في اكتر من مشروع. اهلا بحضرتك، اهلا، لينا الشرف. شرف لي. ماشي، مين تاني معانا؟ يعني لو محدش سمعني، انا بس بطلب منكم كل واحد يعرف نفسه سريعا ويقول لي هو بيعمل ايه وبيشتغل ايه وبيدرس ايه دلوقتي. محدش عايز يقول اي حاجة تاني؟ خلاص، تمام، ماشي. طب احنا يعني انا برضو اعرفكم بنفسي. انا اسمي جمال جلال. انا مهندس مدني، شغال كونستراكشن بروجكت مانجر في شركة اتصالات مصر. المشاريع اللي شغال فيها حاليا مشاريع مباني إدارية يعني تبع شركة اتصالات. انا بحضر ماستر في البروجكت مانجمنت في جامعة القاهرة. بس وإن شاء الله هكون معاكم. بنتكلم النهاردة عن برنامج النافيس ووركس. طيب، جاهزين نبدأ؟ الله يبارك فيك. تمام. طب أنا أولا كده عايز أعرف كام واحد سمع عن برنامج النافيس ووركس قبل كده؟ أنا أول مرة أسمع عنه. تمام، أنا سمعت عنه من قبل. ماشي، قول لي سمعت ايه. هو تقريبا برنامج أحد يعني أدوات البيم، فكشف أي ديتكشن بالمباني أو بين الخدمات، تصميم. تمام، طب حلو، ماشي. مين يعني تاني؟ كمعلومة، صح، مظبوط، ماشي. مين تاني سمع عن النافيس ووركس؟ كلنا أول مرة نسمع عن البرنامج، ولا في حد عارف إنه واخد فكرة عنه وسمع عنه قبل كده أو جرب حتى يشتغل عليه؟ ماشي، بس أنتوا لازم تردوا عليا على فكرة. يعني إيه، خلينا النهاردة إحنا بنعمل ديسكشن كده بنتكلم، فخليكم معايا كده وردوا عليا. طيب، برنامج النافيس ووركس فعلا زي ما انتوا قلتوا مظبوط، هو احد التولز او احد برامج البي اي ام. تمام، ايه البي اي ام اساسا؟ البي اي ام اختصار لبيلدينج انفورميشن موديلنج. طيب معناها ايه البيم؟ هي تكنولوجي احدث في يعني في الكونستراكشن عموما، من اول الديزاين للكونستراكشن للمينتننس. بمعنى ان هي تكنولوجي جديده بتعتمد على ان هي تحط الانفورميشن او المعلومات بتاعت اي مشروع في مكان واحد. بمعنى ايه؟
بمعنى من وانت لسه بتبدا ديزاين، بتبدا تصميم، فانت بتحتفظ بالمعلومات دي في الموديل مثلا اللي قدامك ده كده، وبعدين بتنزل تنفذ في اي تعديلات بتعدلها على الموديل وتحتفظ بالمعلومات دي في الموديل ده، وبعدين لما تيجي تشتغل في الصيانه، في التشغيل والصيانه الاوبريشن اند مينتننس، برضو بيبقى ليك اكسس على الموديل دوت، وتقدر تشوف كل التفاصيل اللي فيه، وتشوف الاسبلت 3 دي قدامك، وتشوف كل التفاصيل عن الصيانه وعن مدة الضمان ومين السبلاير بتاع كل حاجه. يعني باختصار البيم زي ما قلنا هو 3 كلمات: بيلدينج، انفورميشن، موديلنج، بيدور حول الانفورميشن اللي هي تاني كلمه، ان انت بيبقى عندك موديل واحد بيحتفظ بكل الانفورميشن على جميع مراحل المشروع من اول التصميم لحد التنفيذ لحد التشغيل والاداره والصيانه. تمام، يعني ده سريعا عن البيم لو ما حدش كان سمع عن البيم قبل كده. تمام، في حد مش فاهم انا قلت ايه دلوقتي ولا تمام؟ تمام، تفضل تابع. تمام، باقي الناس معايا سامعني؟ ايوه كله تمام. ماشي، اوكي. طيب، فاحنا بنقول ان نافيس ووركس هو برنامج من ضمن برامج البي اي ام. طيب جميل، يعني بيعمل ايه؟ اقدر استفيد من البرنامج ده في ايه؟ البرنامج ده تقدر تستفيد منه في كذا حاجه. اولها ان انت تقدر تعمل كوردينيشن او تنسيق ما بين كل التخصصات. طيب ده معناه ايه؟ يعني احنا بنتكلم مثلا ككوردينيشن ان انت بيبقى عندك تعارض مثلا ما بين اي قسم والتاني، بمعنى عندك انت في تصميم انشائي وفي تصميم معماري وفي ميكانيكال والكتريكال وبلومينج، صح؟ مش اي منشأ احنا بنعمله بيتكون من التخصصات دي كلها. طيب لما بتيجي كل مهندس يعمل التصميم بتاعه وتيجي تحط التصميمات دي كلها على بعض وتحاول تعمل كوردينيشن ما بينها، وارد جدا وبيطلع دايما في تعارضات ما بينها. طيب التعارضات دي زي ايه؟ زي ممكن تلاقي مثلا ان في كاميرا ماشيه متعارضه مع مسار دكت. تمام، الدكت دوت هو يعني يبقى دكت صاج بيستخدم في اعمال التكييف بتاع الميكانيك. طيب ففي تعارض ما بين الانشائي والميكانيك. طيب ممكن تلاقي مثلا في مكان المعماري حاطط فيه شباك، تلاقي فيه طالع عمود، ده تعارض ما بين المعماري والانشائي. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ التعارضات اللي انا بتكلم فيها؟ واضح واضح أكيد. تمام، باقي الناس سامعاني ولا لا؟ تمام هندسة. تمام ماشي، اتمنى باقي الناس ترد عليا كده عشان هفضل امدح عليكم كتير. طيب فدي كده الايه؟ التعرضات اللي بنتكلم فيها. طيب قبل كده احنا كنا بنشتغل على بنعمل كوردينيشن ازاي؟ الطبيعي يعني التراديشنال اللي انت بتجيب اللوحات دي وبتحطها على بعض، او البلانات دي تحطها على بعض على الاوتوكاد، وتبدا تشوف ايه التعارضات اللي ما بينهم، تبدا تشوف في مسار بيتقاطع مع التاني، هل في مشاكل في المناسيب، هل في مشاكل بين اي تخصص والتاني، وبتحل كل الايه المشاكل دي. طيب بس هل ده كان بيطلع دقة 100%؟ ده سؤال ليكم، هل ده يعني شغلي على الكاد دايما بيطلع لي ان في الموقع مفيش مشاكل في الكوردينيشن؟ لا أكيد صعب، أكيد في اختلاف. تمام صح، اكيد الموضوع مش هيطلع 100%. طيب ليه؟ لان انت بتعمل الموضوع دوت مانيوال، وبتعمله على لوح 2 دي، هي بالنسبه لك على الاوتوكاد انت شايف بلان فيها خطوط. تمام، فوارد ان في حاجه ممكن تعدي عليك او في مشكله ما تظهرش غير لما نيجي ننفذ فعلا في الموقع. طيب البيم بقى بيقدم ايه عشان تبقى الدنيا مختلفه عن النظام التراديشنال؟ البيم بيعمل الكوردينيشن ده، انت قبل كده كنت بتعمله مانيوال، دلوقتي هو بيتعمل بشكل اوتوماتيك، وبيتعمل على ال 3 دي موديل بدون اي تدخل منك تماما. يعني
قدامي على برنامج النافس هنا، تمام؟ ده كده الايه؟ موديل انشائي، تمام؟ طيب الموديل الانشائي دوت اكيد معمول زيه بالظبط موديل المعماري بقى، اللي هي الحوائط والواجهات والشبابيك والابواب وهكذا. طيب واكيد معمول له موديل ميكانيكال وموديل الكتريكال وموديل بلامينج او موديل واحد ام دي بي. طيب فالنافيس ووركس بقى بيخليك تعمل ايه؟ انت بتجيب المودلز دي اللي هي بتاعت الانشائي والمعماري والميكانيكال والالكتروميكانيك، يعني الام اي بي كلها وستراكشر واركتكتشر، وتحطهم هنا جوه البرنامج، وتقول للبرنامج اعمل لي تيست شوف لو في اي تعارضات ما بين اي تخصص والتاني طلعه لي عشان ابدا احله وانا لسه في مرحله الديزاين، وانا لسه في مرحله التصميم، ما نزلتش انفذ المشروع، تمام؟ طيب وهو بيعمل لك الكلام دوت، التيست ده بيعمله بشكل اوتوماتيك وبيطلع لك الريزلت دي على طول، وتبدا انت تشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندك. ما بقتش بتعمله مانيوال، لا هو اللي بيعمل التيست دوت بشكل كامل. فده طبعا قلل كتير جدا من الاخطاء اللي ممكن تلاقيها في الموقع. يكاد يكون ما فيش، لان انت كل حاجه شفتها 3 دي قدامك، وطلعت كل الايرورز الممكنه او الكلاشز اللي موجوده، وحلتها وانت لسه قاعد في المكتب بتصمم المشروع ده. تمام؟ فاهمين معايا انا بقول ايه ولا لا؟ تمام هندسة. تمام. لكن في سؤال طيب مهندس سؤال زمان، معلش المفروض اتفضل اتفضل. يعني انا مثلا حضرتك انه عم تحكي عن المهندس المعماري، المهندس الانشائي والميكانيك والكهرباء، المفروض الجميع يكون شغال على نفس البرنامج لكن باختصاصه. صح مظبوط. يعني اكيد مستحيل انا شغال على الاوتوكاد راح اجي انزل هنا البرنامج راح يتفعل يعطيني الابعاد نفسها والاسقاطات نفسها. بص هو لو احنا هنشتغل بيم فكلنا هنبقى شغالين بيم، يعني مش هيجي واحد يشتغل كاد والتاني شغال ريفيت وده شغال يعني مانيوال دروينجز، فمستحيل. يعني اي مشروع هو بيكون ليه ايدنتيتي واحده، يعني المشروع ده احنا شغالين، احنا مثلا المكتب الاستشاري اللي بيصمم المشروع دوت، فهنشتغل المشروع دوت تراديشنال مثلا شغالين على الاوتوكاد، فبنطلع اللوحات بتاعتنا كلها من على الاوتوكاد ولوحات كلها 2 دي، تمام؟ طيب لا، وبالتالي الكوردينيشن برضو بيتعمل مانيوال على الاوتوكاد. طيب احنا هنشتغل بقى بيم، فخلاص الناس كلها بتخش تشتغل مثلا ريفيت او اي برنامج تاني، شغالين كلنا بنعمل، كل واحد بيعمل الموديل بتاعه، يعني المفروض المعماري يبدا يكريت الموديل في الاول، وبعدين انا اخده كانشائي احط عليه ستراكشر سيستم، والام اي بي يبدا يكمل يحط السيستمز بتاعته من التكييف والصحي واعمال ال فاير فايتنج يعني والفاير الارم وهكذا. الفكره كلها في ايه؟ لو احنا كلنا شغالين، يعني لو شغالين بيم يبقى كلنا هنشتغل زي بعض، مستحيل تلاقي في مشروع حد شغال ريفت وحد شغال كاد، مستحيل. انت فاهمني؟ معايا هندسة؟ واضح 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 معك. تمام. طيب وان كان انا عايز اقول لك ان انت لو اشتغلت على مشروع على اوتوكاد عايز تحوله لموديل على برنامج الريفت، تقدر تعمل ده. يعني انت معاك لوحات 2 دي بس انت على الاوتوكاد، وعايز تحطها جوه برنامج الريفت وتحولها لموديل 3 دي على الريفت، تقدر تعمل ده. انت طبعا اللي بترسم جوه الريفت وكل حاجه، بس يعني تقدر تعملها، بس مش ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طيب فانا كل بحكي كل اللي انا بقوله دوت ليه؟ عشان عايز اقول لك ان مشاكل التصميم ما بتجيش من ان المهندس الانشائي يصمم المشروع بتاعه غلط او المعماري يصمم المشروع بتاعه غلط، لا اغلبها بتيجي من لما انا اقعد انسق ما بين كل تصميم والتاني، احط بقى التصميمات دي كلها على بعض، هلاقي ان لا في حاجات بتخبط في حاجات، حاجات بتتعارض مع حاجات. طب انا عندي سؤال ليكم بقى، معلش، هو انا ليه متمسك بان انا اكتشف الاخطاء بتاعت التصميم وانا لسه في مرحلة التصميم؟ ايه المشكلة لما انزل وانا بنفذ في الموقع والاقي في مشاكل في الكوردينيشن واحل المشاكل دي وانا في السايت؟ ليه يعني تفتكروا ليه ده هيفرق؟ يقلل الوقت والكوست. تمام ماشي. طيب.
إجابة مهندس أمين. إيه تاني؟ عايز أعرف إجابة باقي الناس. أنا مستني إجاباتكم. مهندس عبد الوهاب. اتفضل. أيوه قول لي إيه إجابتك على السؤال اللي أنا بقوله ده؟ والله ما انتبهت اخر شيء. بقول أنا بسأل سؤال دلوقتي ليكو، بقول أنا ليه فارق معايا إن أنا أكتشف أخطاء التصميم وأنا لسه في مرحلة التصميم؟ ليه طيب ما هقابلها وأنا في الموقع وأحلها وأنا في الموقع؟ أكيد راح توفر عليك وقت ومشاكل كتير في غنى أنت عنها، والموارد هتاخد بعين الاعتبار مواردك، وأهم شيء هو الوقت. تمام. وطبعا في ناحية إنه بداية التصميم بإمكانك تعدل اللي بدك إياه، بتحتاجه حسب الإعاقة اللي راح تطلع لك في الموقع اللي ممكن تطلع. تمام. مش في حد تاني هيجاوب؟ لا تمام كده. متفق معاهم يعني في الإجابة دي السلام ولا؟ عليكم. وعليكم السلام. يا باشمهندس، ايه يا هندسة؟ اتفضل هندسة. الو. ايوه هندسة اتفضل، انا سامعك. يا باشمهندس، هو دايما بواجه المشكله ديت معايا. انا المفروض مراجعه التصميم الاول ديت هتفيدني في ايه؟ اولا موضوع الوقت دي حاجه، ثانيا مثلا لو انا هعمل بيدنج او لمقاول سب كونتراكتور مثلا هيجي يشتغل معايا، لو ظهرت المشاكل دي بعدين بضطر ان انا او بيطلب هو تعديلات تانيه، فالموضوع بيبقى تكلفة غير مرئية حتى أنا كعميل وأنا شغال، مش هتبقى باينة لي التكلفة دي، فهيظهر معايا كوست تاني قدام ممكن يعطلي المشروع لفترة كبيرة، أو ممكن يخليني إن أنا أعمل هولد للمشروع فترة لحد ما أقدر أغطي التكلفة ديت. فهو يعني دي أكتر حاجة كانت، دي أكتر مشكلة كانت بتواجهني وقت الشغل، لو التصميم فيه مشكلة وحصل كلاش مثلا بين الإم إي بي وبين حاجة إنشائية في السايت أو كده، تمام فالمراجعة في البداية هتوفر لي كل ده. تمام مظبوط يا هندسة صح. ماشي، في حد تاني عنده إجابة عايز يقول أي حاجة؟ تمام، يعني زي ما انتوا جاوبتوا كده وباشمهندس حازم قال وكلكم قلتوا، يعني الفكرة إن أنا وأنا في مرحلة التصميم التعديل دوت مش هياخد مني اي وقت ولا اي مجهود ولا اي تكلفه، هو مجرد كوردينيشن، يعني التصميمات طلعت انا وانا بنسق ما بينها، مجرد هعدل حاجه مش يعني ممكن ما تاخدش اكتر من ساعه وانا قاعد بعدلها. تمام، ايا يكن الوقت هو مش حاجه اللي هتستهلك مني تكلفه ولا مجهود ولا وقت يعتبر، فبالتالي انا ما خسرتش اي حاجه، بل بالعكس الموضوع ملحوق جدا لو انت اكتشفت مشاكل الكوردينيشن دي وانت لسه بتصمم. تمام، طب ايه المشكله بقى لما بتقابلها؟ لو المشكله دي نزلت معاك للسايت، زي ما انتوا بتقولوا، اول حاجه ان انت ممكن لو في عندك مشكله كوردينيشن كبيره ممكن تعمل هولد على الجزئيه دي في المشروع، تقول له لا، يعني انت تبدا تقول للمقاول لا، طب اعمل لي هولد بقى على الجزء دوت لحد لما ايه اشوف احله، لان هو المفروض الاستشاري مثلا او المقاول يبعت يقول لك والله احنا ممكن نحل الكوردينيشن ده بنعمل كذا او كذا مثلا، او انا حلي ليه كذا، فتبدا بقى تدرس الحلول الممكنه عندك وايه اكتر حل مناسب بالنسبه لك انت كمالك، زائد ان انت الهول دوت اكيد هيعود عليك بتكلفه، يعود عليك بوقت، ده لو اتحل في وقت قليل يعني، زائد ان هو مش هيخرج لك احسن حل انت عايزه، ان هتضطر تضحي باي حاجه عشان تعدي مشكله الكوردينيشن دي مثلا، فكل ده طبعا احنا في غنى عنه ان انت تلحقه من وانت لسه في مرحله التصميم. فهي دي اكبر واهم ميزه يعني في موضوع النافيس وركس، اللي بالمناسبه يعني موضوع الكلاش ديتكشن دوت، ان انت تطلع او تعمل كوردينيشن عن طريق الاوتوكاد او كده، كان دايما بيطلع مشاكل في السايت دايما، يعني حاجات مثلا قد تؤدي ان انت تيجي في السايت تروح مكسر في كاميرا عشان تعدي منها، تعدي منها مواسير، تعدي منها ضغط، تعدي منها ايا يكن. ف
يعني بتتجه في الاخر ان انت بتقلل الكواليتي بتاعت المشروع عشان تحل المشكله او توقف او تخسر فلوس. وده دايما كان بيحصل في المشاريع اللي بتعمل فيها كوردينيشن بالكاد. فطبعا ان البيم يخلينا نعرف نحل الموضوع دوت بشكل اوتوماتيك وعلى ال 3D مودلز، ده اكيد هيوفر علينا كتير جدا كوقت وتكلفه ومجهود. تمام، في مشكله كده في اللي انا بقوله ده؟ لا تفضل. تمام اوكي. طب تعالوا نبص كده مع بعض على البرنامج، انا ازاي بقى اقدر اعمل كلاش ديتكشن على البرنامج. طيب انا عندي هنا موديل اهو انشائي، تمام. ممكن برضو افتح الموديل المعماري برضو، يعني ده موديل انشائي اهو، بالفاونديشنز، بالبلاطات، بالاعمده، بالكمرات، بكل حاجه. هفتح الموديل المعماري بتاعه كمان من هنا اهو. تمام، طيب انا كده فاتح عندي الموديل الانشائي والموديل المعماري. لو بصينا من تحت هنشوف الايه، الفاونديشنز بتاعه الموديل الانشائي موجوده اهي، وده شكل الايه، الموديل المعماري. دلوقتي هما الاثنين محطوطين على بعض، يعني الانشائي محطوط على المعماري، ودوت طبعا اللي هيتنفذ في الاخر، انت بتنفذ الانشائي والمعماري والام اي بي وكل حاجه. فانا جبت الاثنين مودلز على بعض دلوقتي. طيب يعني ده تقدر تشوف شكل الاوض من جوه، باين هنا مثلا في باب. ماشي، طيب عايز ابدا اعمل بقى كوردينيشن ما بين الموديل الانشائي والمعماري ده. طيب هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه انا في حاجه عندي هنا اسمها سيلكشن تري، دي كده، ده كده الموديل الانشائي اهو، دوست عليه كليك مختاره، وده كده الموديل المعماري. طيب تلاقي وانا داس على الموديل المعماري هو مش مختار معايا الاعمده والكاميرات وكده، لو انتوا واخدين بالكم. تمام، طيب اول حاجه انا عايز اتاكد بس ان هما الاثنين محطوطين على نفس الكوردينيتس. تمام، هدوس كده كليك يمين على الموديل الانشائي ده، في حاجه اسمها يونتس اند ترانسفورم. ماشي، وده الاوريجين او المكان بتاع الموديل الانشائي. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني بص كده، لو انا جيت اديت له قيمه في الاكس مثلا 5 متر، الموديل الانشائي اتحرك كده. طب هكمل اديله مثلا قيمه كمان، خلي دي مثلا 10 متر. تمام، طيب عايز ارجع الموديل الانشائي دوت زي ما هو، خلي دي زيرو، وتعالوا نجرب مثلا في الزد هديله قيمه، يعني كده الاكس والواي زيرو، هديله 10 متر في الزد مثلا، فكده هيرجع في مكانه ويرتفع لفوق 10 متر. تمام، واخدين بالكم اللي انا بعمله ولا لا؟ نعم، تمام، فخلاص انا فهمت بس بتتغير كده. بأبعاد اكس واي زد. اه بالظبط، انا بس بوري لكم الايفكت بتاعتها على الموديل، فانا هرجعها كلها دلوقتي زيرو واقول له اوكي. طيب حلو، وبرده الموديل المعماري هتاكد ان هو على زيرو برده زي الانشائي، واقول له كليك يمين يونتس اند ترانسفورم. هو واخد هنا هو مثلا 7 سم، دي لا اخليها زيرو، ودي زيرو، ودي زيرو، واقول له اوكي. كده دلوقتي انا متاكد ان الاثنين على نفس الكوردينيتس بالظبط، والاثنين منطبقين على بعض. طيب حلو، اقدر اعمل بقى كلاش ديتكشن ما بينهم هما الاثنين ازاي؟ طيب وانا واقف في التاب بتاعتهم اهو، في عندي هنا حاجه اسمها تايم، في حاجه اسمها كلاش ديتكشن، كلاش ديتكتيف. كلاش ديتكتيف دي هي التول اللي بتعمل بيها كلاش ديتكشن او
تكتشف يعني التعارضات او الكلاشز اللي ما بين المودلز اللي عندك. طيب اختار اهو كلاش ديتكتيف. طيب هسألكم سؤال الاول قبل ما نبدأ، هو انا دلوقتي لو انا عندي مشروع فيه تصميم انشائي ومعماري وميكانيكال والكتريكال وبلامينج، ميكانيكا وكهرباء وصحي، تمام؟ بصوا كده شايفين شكل البرنامج، انا اقدر اعمل اكتر من تيست. هو بيقول لي there are currently no clash tests defined، يعني مفيش تيست معمول دلوقتي. فانا هقول له مثلا هعمل، هقول له add test، عايز اضيف تيست جديد. التيست دوت هسميه مثلا structure versus architecture. تمام، واقول له ما بين الموديل الانشائي والمعماري. طيب سؤالي ليكم معلش، هو انا ممكن اعمل كام تيست بالشكل دوت، او ايه هي الاقسام او التخصصات اللي اعمل ما بينها تيست؟ يعني ده تيست ما بين الانشائي والمعماري، طيب هل ممكن اعمل ما بين الانشائي والميكانيكا؟ وهعمل كده كام تيست؟ يعني فكروا معايا كده في الجزئيه دي. أعتقد المفروض يكون التست قابل على جميع الأقسام كل بشكل ثنائي. تمام. وممكن المفروض يكون كمان، ممكن مو شرط المخطط كامل، ممكن أجزاء من المخطط. تمام. وباقي الناس ايه رأيهم؟ يعني انا محتاج اعمل كام تيست عشان اقدر اقول ان الموديل ده ما فيهوش فيه مشكله من ناحيه الكوردينيشن، او ايه التخصصات اللي هعمل ما بينها تيست؟ يعني بص، لو ممكن بحدود 30 تيست فيك تعملها، لو كان اكثر. يعني انا مش بتكلم في رقم دلوقتي، على قد ما انا عايز اقول لكم ان انا هحتاج اعمل تيست مثلا ما بين الانشائي والمعماري، الانشائي والميكانيكا، انشائي والالكتريكال، انشائي والبلومنج، فاهمني؟ هو المفروض وبالتوازي جميع برضه، يعني التخصصات بشكل المعماري ثنائي. والميكانيكا، والمعماري والكهرباء، وبرضه بعد كده الميكانيكا والكهرباء، بالظبط يعني كل باشمهندس تخصصه برضه بيقارن بين التانيين. بالظبط، دي الفكرة العامة اللي أنا عايز أقولها، يعني إن أنا هحتاج أخلي كل قسم كأني بعمل كورديشن بينه وما بين كل التخصصات الثانية. تمام؟ طيب ماشي حلو. فده دلوقتي كده التست هعمله ما بين الإنشائي والمعماري. طيب ماشي خلاص، انا ظبطت دلوقتي اسم التيست وما بين الانشائي والمعماري وكل حاجه. في هنا حاجه اسمها توليرنس موجود 0.25 ربع متر. تمام، ايه التوليرنس ده؟ يعني كده انا بقول له ان اظهر لي التعارضات اللي متداخله مع بعض. يعني مثلا لو عمود داخل في شباك مثلا، ف بمسافة أكتر من ربع متر يظهر لي دوت كتعارض. تمام؟ طب تعالى هدوس ران تيست ونفهم ده أكتر مع بعض معناها إيه؟ شايفين انا طلع عندي كده كام كلاش هنا؟ كام كلاش؟ أربعمية وتسعتاشر. 419. تمام. طيب لكن تفاصيلها ايه؟ لكن بالنسبة لتفاصيلها، هنبص بقى على التفاصيل مع بعض دلوقتي. طيب لو احنا يعني باصين كده على دي،
بس عايز انزل ليه تحت شويه كده. طيب هو هنا بيقول لي من الموديل الانشائي دي فلور اللي هي باللون الاحمر دي، دي الفلور او البلاطه اللي عندي، ومن الموديل المعماري دي وول بيزك وول، دي عباره عن حيطه 20 مللي او 2 سم. تمام. طيب الحيطه دي بالكو دي عباره عن محاره، دي في الموديل المعماري، الاحمر ده الانشائي والاخضر ده المعماري. طيب دي عباره عن محاره، انا هسالكم سؤال، هل ده كده كلاش او مشكله هتعمل لي اي عقبه في التنفيذ؟ لا مش هيأثر تقريبا يعني. تمام ماشي. ها ايه رايكم؟ اللي انتوا شايفينه ده هل دي مشكلة في التنفيذ في حاجة؟ هو الخطأ بالمعماري كان رسم الجدار من البداية للنهاية. الله ينور عليك يا هندسة، بالظبط كده، دي مشكلة في الموديلنج فقط، يعني المعماري بدل ما يرسم بياض المحارة دوت من يعني في كل دور لوحده، هو رسمه من الأول كده لحد الآخر، واخد كذا دور مع بعض، فما فصلوش، فعامل إيه؟ عامل التداخل مع البلاطة بتاعت كل دور، انتوا فاهمين؟ اه فلا تمام. دي مجرد حاجة في الموديلنج، يعني المعيار هو بيرسم عمل المشكلة دي، لكن انا لما اجي انفذ عادي، والبيض المحرر اللي هيشتغل اشتغل كل دور، يعني هي دي مش حاجة اصلا ملهاش اي معنى، فبالتالي دي مجرد مشكلة في الموديلنج. فده مثلا يعني نقدر نيجي كده عند الاول كلاش اللي احنا موجودين فيه دوت، واقدر في عندي هنا حاجه اسمها الاستاتس، الحاله بتاعته، اقدر اغيره مثلا من هو نيو كلاش، اقدر اقول له مثلا ان هو ابروفد، ده بالنسبه لي انا ابروفد ما فيش فيه مشكله، اهو بقى باللون الاخضر وبدا كده عندي ايه ابروفد. فهو فوق في الملخص بتاع التيست بيقول لي انت عندك 419، في منهم 418 نيو وواحد ابروفد. تمام. طيب طبعا يعني انا كده مثلا وانا براجع على المودلز دي فكده عرفت ان في مش هيبقى عندي كلاشز كتير بسبب المودلنج. لو نزلنا مثلا على التيست اللي تحته هتلاقي بقى في شويه تيست متكرره بنفس الايه؟ بنفس السبب كلها. تمام. دي الاخضر دي كده دي الروم المعماري عاملها، يعني مجرد سبيس فاضي المعماري بيحدد بيه حجم السبيس ده يعني. فدي برضو مش مشكلة في التنفيذ. ده باثروم، ده مكان الباثروم، ودي برضو فلو. طيب خلينا نبص برضو، نرجع لأول كلاش، شوف يعني اتحرك يمين كده هتلاقي التفاصيل بتاعة الكلاش اللي احنا فيه، ان هو دوت كلاش واحد، الستاتس بتاعته ابروفد، الليفل بتاعه يعني في انهي منسوب، في الفيرست فلور يعني كده ده في الدور الاول ماشي، الجريد انترسكشن يعني تقاطع الاكسات بتاعته، ده ده عند تقاطع اكس سي مع 04. تمام. طلع موجود بتاريخ امتى، ابروفد باي مين اللي عمل له ابروفد، انا عشان اسمي متسجل يعني، وابروفد امتى، ساعه كام، وهكذا. ودي المسافة بتاعت التداخل ما بين ده وده. طيب لغاية دلوقتي في مشكلة في اللي أنا بقوله ولا فاهمين الفكرة بتاعت البرنامج؟ واضح تمام ما في مشكلة. تمام. باقي الناس إيه الأخبار؟ تمام؟ تمام يا هندسة. تمام يا باشمهندس، بس في سؤال، بس هل انا هفضل اقعد اعمل ريفيو لل 400 كلاش؟ يعني هفضل على ال 400 واحد واحد افضل اراجع فيهم؟ بص هقول لك على حاجه، انا هعمل هقول له اد تيست تاني ماشي، والتيست دوت هنسميه مثلا ستراكشر برضو فيرس اركتكتشر مثلا، تمام، بين الانشائي والمعماري. فاكر موضوع التولرنس اللي انا قلت لكم عليه في الاول ده؟ هندسه اللي هو ايه الموضوع ايه بالظبط؟ 25 سم اللي بيتعمل ال 25 سم ده انا بقول له لو الحاجه تدخل يعني تدخلت لحد 25 سم مفيش مشكله. طب بص لو انا كبرت التولرنس دوت وقلت له انا سامح
يعني عامل سماحيه لحد نص متر، ما تجيبليش على اساس ان دوت كلاش واقول له ران تيست. أكيد أكيد الكلاش هي عدد الكلاش هيقل. بالظبط، شوف بقى في كام كلاش في التيست التاني دوت. بقى في كام كلاش؟ انت شايف متابع معايا ولا لا؟ باشمهندسين تابع سامعني؟ معاك بس. يا باشمهندس 414. لا التاني اللي هو 214 ده. كام؟ 214. 214. ايوه تمام. تمام. فانا عايز اقول لك ايه، ان انت بتتحكم في الكلاشز. وعايز اقول لك على حاجه، ده كده بالنسبه للموديل كله. تمام. كان باشمهندس عبد الوهاب قال حاجه في الاول، ان انا ممكن اقعد اعملها بين دور دور مثلا. يعني انا ممكن اجي في كل دور واقعد اعمل تيست اشوف الدور ده فيه مشكله ولا لا، الدور اللي بعده وهكذا. فده كده بتاعت المشروع كله. تمام. ولو غيرت التولرنس هتلاقي تمام. العدد بتاعهم هيختلف. زائد ان انت هتقدر يعني بتشتغل مثلا فتره على البرنامج، انت هتقدر تبص مثلا انت شفت ان الجروب دوت كله عباره عن مشاكل في المودلنج. تمام. فبتنزل تشوف بقى تمام. نوعيات كلاشز تانية. يعني انت بتعدي كده سريعا بتشوف يعني حاجات كلها في المودلنج ولا دي كلها فويدز او رومز 3 دي المعماري عاملها. برضو هتلاقي ان هو المعماري كان المفروض يوقفها عند منسوب معين هو قطع بيها البلاط. تمام. تمام. فطلع لي كلاش وهكذا. فانت اللي بتظبط التوليرانس، وانت اللي يعني انت مثلا برضو واحد انت شغال بتعمل كوردينيشن ما بين التخصصات دي. تمام. فلقيت عندك كلاشز كبيره كلها جايه من ان المعماري مش مظبط الموديل بالطريقه دي، فانت ممكن تدي له فيدباك ان هو يظبط الحاجات دي في الموديل ويبعته لك تاني تعمل تيست من جديد. انت فاهمني؟ يبقى انت خلاص خدت يعني كومنت كده بشكل عام على الموديل، وقلت له الفيدباك بتاعتك ايه ويظبطه ازاي ويبعته لك تاني او تعمل كوردينيشن تاني. فاهمني؟ تمام يا باشمهندس. طيب. ميزه برضو اللي النافس بيطلعه ايه، ان زي ما احنا شفنا هو بيقول لك مكان الكلاش دوت فين بالظبط. يعني يقدر يقول لك ده في انهي ليفل، في انهي منسوب. ماشي. وتشوف كمان هو في تقاطع، عندي انهي تقاطع بتاع اكسات، ده تقاطع سي 4، ده تقاطع دي 1 وتي 1 تقاطع، وهكذا. اسماء الاكسات دي بحسب الاسماء اللي انت حاططها جوه برنامج الريفت. فتقدر بسهوله ترجع للكلام دوت في الموديل بتاع الريفت مثلا وتعدله زي ما انت عايز. تمام. طيب باشمهندس عندي سؤال، لو ترجع لو سمحت. أي كلاش؟ يعني مثلا كلاش رقم 74، أعطيك رقم الجريد، رقم الجريد وماينس 1، يعني هل هو كم في أوفست من الجريد أو كيف؟ لا لا لا، دي هتلاقي دي بس اسماء الجريدز هو موديل الريفت. هو يعني في سي ده، يعني على بالي هتلاقي جريد لو شيء بتسميها برا كده. الأكسس، يعني برا الجريد. بالظبط، دي مجرد الاسماء جوه موديل الريفت هتلاقيها بالشكل ده. تمام. طيب. طب انا عايز لو اي حد اشتغل يعني في اي مشروع اكيد شفتوا الكلام دوت، ايه انواع الكلاشز اللي انتوا قابلتوها في شغلكم عموما ما بين التخصصات المختلفة؟ انت سؤال فاهمها؟ هذا ولا ده سؤال انا بسألكو، يعني اوكي؟ اي حد خلاص. في شغله كده يقول لي. انا تقريبا ما اشتغلت تنفيذ، لكن اتوقع ان الدكتات مع الدكت مع البيمز والاشياء اكثر اشياء يعني تعارض. تمام. طبعا بالنسبة لنا طبعا مثل ما تفضل المهندس امين الدكتات، في عندك مجال الكابلات والمواسير، فهمت علي؟ احيانا فتحات ال السيستم بعض النقاط مثلا تكون تواجه فيها مشاكل، هذه أغلب المشاكل اللي تكون عندنا. توزيع
أحمال بالنسبة للأجهزة الميكانيكية مع الكهربائية مع المبنى غير متناسق، يعني مثل هيك ملاحظات. الحيز المكاني مثلا أحيانا لبعض الأحمال. تمام، يعني انت بتتكلم في مجاري الكابلات دي، قصدك الكيبل تري صح كده؟ الكيبل تري والمجاري بالنسبة للأرضية، فهمت، بالمصانع، مباني المصانع والأمور هاي. هطلع لوكيشن دلوقتي، هطلع لوكيشن دلوقتي. ماشي، ايوه يا مش مش مهندس حازم. تمام مظبوط هندسه فعلا، يعني ما بين الكهرباء والميكانيكا والمعماري يعني حاجات كتير فعلا منصدمه بالانشاء، زي ان انت زي الكيبل تريز ممكن تلاقي فيها مشكله، الدكتات وكذلك برضو المعماري من ناحيه الشبابيك وخلافه. طب ايه تاني، حد تاني اشتغل تنفيذي يقول لنا ايه المشاكل في الكلاشز اللي قابلها يعني في موقع او في مشروع او كده؟ أحيانا طبيعة المكان اللي بدك تنشئ عليه المبنى أو المشروع تفرض عليك كمان بعض النقاط. تمام ماشي. طيب يعني ده كده كان ما سريعا أدري إذا هو بالنسبة للبرنامج عندك في السؤال، بس بالنسبة اتفضل. للبرنامج في ميزة اختيار المكان كموقع جغرافي بالنسبة لمرور الرياح وتفاصيله، ولا ما في هاي الميزة؟ يعني بتعرف انت بعض الأماكن بتتطلب انت تكون تنشئ المبنى بمواصفات جغرافية معينة. الكلام ده ممكن تعمله بقى على يعني، بص هو البرنامج النافيس ووركس انت ما بتعملش فيه موديلنج، تمام؟ يعني انت مش هتيجي ترسم حاجه في البرنامج هنا، انت بتستخدم المودلز اللي انت جايبها مثلا من الريفت، تمام؟ وبتبدا تطلع بقى منها قالت لك كلاشز. ايه هي؟ نعم قالت لك موجودين يعني؟ باشمهندس حازم، ممكن تعمل ميوت بإذنك، أو يعني أفكرك أنت مش عامل ميوت بس. انا عايز اصل انا اصلا يعني داخل على المحاضرة وانا سايق، فغصب تمام. عني لا لا اعذرني. ماشي ولا يهمك هندسة، أنا بس قلت أفكرك. تمام. طيب فكنت بقول إيه؟ حد يفكرني لا أنا كنت بقول إيه؟ انا بالنسبه لمعالم البرنامج واضحه انه هو عم بتجمع انت عده اطراف ولا تشوف التعارض بينهم، لكن في امكانيه انه تضيف الموقع الجغرافي اللي ما في امكانيه بزوايا معينه في بطريقه ما. الريفت في امكانيه انك تعمل كده من الريفت، يعني انت بتحط مثلا شكل الموقع، بتعمل مثلا زي لوحه كونتور كده بالشكل الارض حوالين الموقع وطبيعتها وشكل يعني الارض عموما حوالين المنشأ او الموقع بتاعك، تقدر تعمل له موديلنج عن طريق الريفت. فبيتعمل مشكور، الله يعطيك العافية. طيب هندسة، معلش عندي سؤالين. يعني دلوقتي الكلاش دوت، هل ممكن نعدله من برنامج النافس وورك ولا لازم نرجع نعدله من الريفت؟ لا بترجع تعدله في الريفت. تمام. طيب دلوقتي سؤال تاني، اللي هو أول كلاش مثلا، أول كلاش كان تداخل بين أول بلاطة مع الجزء المعماري دوت. طيب هل ده مع أول بلاطة بس ولا مع باقي كل الأدوار؟ هتلاقي مع باقي كل الادوار، طيب هو ليه ما ذكرش ان هو برضه باقي كل الادوار؟ ما هو بيظهر لك ده كده كلاش، وهتلاقي مع البلاطه التانيه ده كلاش تاني، مع البلاطه التالته ده كلاش تالت. طيب اوكي، انا لو عملت له سولف للكلاش دوت، المفروض بقى يعني هيحل مثلا 6 أو 7 كلاشات مع بعض. بص، ما هو انت ما بتعملش سولف هنا، يعني انت ما بتعملش سولف جوه البرنامج، تمام؟ انت حتى لو قلت له ابروفد هو بيفضل موجود، يعني انا هاجي على دوت هقول له دوت ابروفد هيفضل موجود، ولكن خلاص هو غير الاستاتس بتاعته خلاه دوت ابروفد، انت فاهمني؟ لكن هو لسه تمام. موجود. ايوه، هو عمل ابروف على الجزء الاولاني بتاع بلاطه الدور الاول بس،
ما عملش مع بلط الدور التاني او التالت او الرابع. هيعمل، لانه زي ما بقول لك هو بيفصلهم، هو بالنسبه له كل واحد فيهم كلاش لوحده. تمام. تمام، يعني انت فكر في البرنامج ده برضه، هو يعني الموضوع كله برمجه. تمام، بروجرامنج، هي اللي انت الايكويشن اللي انت بتطلبها منه، ان لو في اي اليمنت في انترسكشن بينه وبين اي اليمنت تاني بمسافه معينه، يعني تساوي او اكتر من مسافه معينه انت سامح بيها، هيظهره لك ككلاش. تمام، فحصل دوت هنا واتكرر في الدور التاني واتكرر في الدور التالت، فهو كل مره بالنسبه له هو بيدور يلاقي المشكله دي فيعرضها لك كلاش برقم مختلف. انت فاهمني؟ تمام. بس زي ما كنت بقول لشانس حازم في الاول، ان انت ممكن لو انت بتراجع وبتكوردينيت مثلا بين المودلز دي، تقدر تقول المعماري كومنت بشكل عام ان انت محتاج تظبط مثلا ارتفاعات المحاره عندك وارتفاعات الفويد وهكذا، بحيث ان هو يظبطه، وترجع تلاقي مثلا الكلاشز دي كلها قلت رقم كبير جدا. لان مثلا كل، يعني لو انت شايف البلاسترنج دوت او المحاره دي، هي تبقى متقاطعه مثلا مع كذا دور، ممكن واحد اتنين تلاته اربعه، اربع ادوار، فمثلا كل واحد فيهم باربع كلاشات او خمس كلاشات، فهتلاقي بكل بقى حيطه عليها بلاسترنج عامله تقاطع مع البلاطات، فهتلاقي رقم كبير جدا من الكلاشز طالعه بالطريقه دي. تفهمني؟ تمام. بس فهذا ده يعني دي طريقة ممكن تحلها بيها. في حاجة كمان ممكن أوريها لكم، إن أنت ممكن تبدأ بقى تقسم الكلاشز دي لجروبس. يعني مثلا هاجي أقول له كليك يمين، ماشي، عايز أعمل جروب جديد، الجروب ده أسميه مثلا Approved Clashes. وهياخد مثلا الكلاشز دي احطهم جواه، والجزء ده مثلا، ماشي. طب انا عملت جروب مثلا، حطيت فيه شويه الكلاشز دي، الكلاشز اللي انا شفتها بتاعت البلاسترنج، تمام، والفويدز دي، واغير الستاتس بتاع الجروب دوت. عمل ايه؟ غير الستاتس بتاعت باقي الكلاشات كلها، واخدين بالكم؟ لتحديد، واخدين بالكم من ده؟ معايا ولا لا؟ ايوه ممتاز، يعني حتى اشوف في فلتر كان ظاهر. يعني انا بعمل، عملت جروب معين وحطيت فيه الكلاشز اللي انا عايزها، وابدا ايه اغير فيها الستاتس، هتغير غير الستاتس بتاعت الجروب، يعني الاقي غير الستاتس بتاع باقي الكلاشات دي كلها، ريفيو مثلا اغيرهم كلهم ريفيو، ريسولف اغيرهم كلهم ريسولف، وهكذا. طيب، فالملخص انا عايز اقول لكم ان هيبقى عندنا نوعين من الكلاشز، نوع ليه علاقه بالموديلنج، ونوع تاني ليه علاقه ب يعني كلاش حقيقي، مشكله هقابلها في الموقع. وانا قاعد بعمل كوردينيشن، انا بصنف الكلاشز اللي بتظهر لي دي لحاجتين، نوع مجرد مشكله في الموديلنج ده مش هيفرق معايا في التنفيذ خالص، ونوع تاني هي مشاكل هتقابلني في الموقع وانا بنفذ، وهي دي اللي تهمني. زي ما انا اشوف مثلا ما بين اي حاجه في الام اي بي والانشائي او المعماري، دي لازم تتحل، ودي هي الحاجات اللي انا بدور عليها اصلا. لكن اي مشاكل في الموديلنج ممكن احلها، بس هي كده كده ملهاش معنى في السايت نهائي، هي مجرد بس ارقام قدامي في الموديل دلوقتي. واضح الفرق ما بين الاثنين ولا لا؟ واضح تمام يا واضح واضح تمام. تاني انا عايز اقول لكم على فعلا يعني ميزه اللي انتم شايفينه قدامكم ده. انا اشتغلت في كوردينيشن بين في كذا مشروع، يعني ما بين التخصصات على الكاد، الموضوع فعلا بيبقى صعب جدا، صعب جدا، ودايما بتلاقي ان في مشكله لازم تتبقى في السايت. يعني لان انت مثلا بتجيب البلانات دي في الكاد وتحطها على بعض، وبتبدا انت بعينك تبدا تشوف ايه المشاكل الموجوده، ولازم انت برضو تقعد تتخيل المناسيب والارتفاعات، لان هي مش واضحه قدامك 3 دي، ده مجرد بلان عليه خطوط قدامك.
فلازم انت تقعد تشوف بقى المناسيب وتحسب هو مثلا ارتفاع الدور قد ايه، والسقوط من السقف في الحته دي في كذا، يبقى بقالي كلير هايت كذا، وهكذا. فبتقعد تعمل كل حاجه مانيوال وكل حاجه بعينك، فالموضوع مرهق جدا وبرضه بيفضل فيه مشاكل. ف ان دوت يتحل بالشكل دوت، فدي حاجه يعني من اهم التولز اللي موجوده في التولز بتاعت البي اي ام، يعني الحته دي بالذات في النافيس ووركس. يعني انا اتوقع ان شاء الله كمان فتره لما يبقى المشاريع كلها تتحول ان يبقى فيه شغل بيم، ما يبقاش شغل يعني كمان فتره اعتقد ان الكاد خلاص يعني هيبقى قليل اللي بيتعامل عليه، والمشاريع كلها تبدا تتعامل عن طريق البيم البي اي ام. فلما ده يحصل ويبدا كلنا نشتغل بيم، يبقى فيه كوردينيشن على النافيس ووركس، ده يعني هيفرق كتير جدا في صناعه الكونستراكشن عموما، لانه هيوفر وقت ومجهود وتكلفه كبيره جدا، ويحسن الكواليتي بتاعت اي مشروع بتطلع. فده مستوى تاني يعني من يعني تكنولوجي تانية في الكونستراكشن او في مجال الانجنييرنج يعني عموما. يعني انا شايف بيقدم وبيختصر كتير جدا فعلا كوقت ومجهود علينا كمهندسين وكشركات في حتة الكونستراكشن دي. يعني انا حابب اسمع رأيكم برضو، يعني ايه اللي انتوا شايفينه؟ شايفين الموضوع مفيد مش مفيد؟ شايفينه عامل ازاي؟ أكيد الموضوع مثري ومهم يعني، لكن بيعتمد بالأساس على الموديل الريفت يكون صح، أو يعني أي برنامج ثاني. بيعتمد من ناحية تانية على مقدار الزملاء المهندسين اللي بيستخدموا هيك برامج، يعني ما بيعتمد على نوع معين فقط. تمام. أعتقد هذا المفروض يكون واسع الانتشار عشان تكون النتيجة مرضية. ممكن كشركة واحدة إنه جميع الزملاء بهذه الشركة تشتغل البرنامج يكون فيه له فائدة كبيرة، الشركة استراتيجية لهذه الشركة، لكن بشكل عام كشركات ومنافسين ممكن يكون في تداخل بسبب إنه فرق الثقافة ووصول المعلومة مظبوط والتدريب كمان. صح كلامك مظبوط. على العلم إن بعض الشركات الكبيرة صار عندها قسم خاص بالبي اي ام، يعني حتى في بي اي ام مانجر وظيفه لمهندسين يعني متخصصين بالموضوع. صح، في الشغل ده في ثلاث يعني وظائف في البيم موجوده حاليا: بيم موديلر وبيم كوردينيتور وبيم مانجر. البيم موديلر هو اللي بيقعد مثلا يرسم على برنامج الريفت او اي برنامج يعني موديلنج تبع البيم ده، بيرسم المشاريع، و مهندس انشائي مثلا او مهندس معماري او ميكانيكا او كهرباء بيقعد يرسم الموديل بتاعه ويعمله ديزاين كامل على الريفت يعني او اي برنامج تاني معاه. وبعد كده في فوقيه البيم كوردينيتور. البيم كوردينيتور دوت هو بيبدا يشتغل في الكوردينيشن ما بين التخصصات دي، وهو اللي بيشتغل على برنامج النافيس ووركس اللي احنا شايفينه دوت، بيبدا ياخد المودلز دي ويكوردينيت ما بينها على النافيس. فوقيه بقى الحاجه الاعلى اللي هي بيم مانجر، ده بيدير العمليات البيم كلها من اول الديزاين لحد التنفيذ لحد لما يبقى مع الاونر في موضوع الاوبريشن والمينتننس بخطه البيم بتاعه المشروع بكل حاجه. دي الثلاث وظائف يعني موجوده في مجال البيم دلوقتي تعقيبا على كلامك. عندي سؤال لو تسمح مهندس، البرنامج من اوتوديسك هل هو فقط متوافق مع الريفت كبرنامج بيم يعني، او ممكن الاركيكاد او غير برنامج؟ لا يعني تقدر يعني تقدر تتعامل بيه مع برامج تانية، بس يعني مش دايركت، يعني ليه تريكس كده، وتقدر مثلا تربط ما بينه وما بين البريمافيرا برضه مش دايركت. تمام. او مايكروسوفت بروجكت، يعني بحيث ان انت تحط الجدول الزمني على المشروع كمان اللي انت شايفه ده. لا قصدي كموديل للمبنى مثلا من سكتش اب او بص، هو سكتش اب يعني مش 3 دي موديل على قد ما هو يعني السكتش اب مش بيم، يعني الحاجات البيم
عشان اي برنامج بيم يعني هو لازم يكون بيحقق كذا حاجه. ان انت ترسم مثلا في بلان واحد، يعني ترسم في بلان هو تروح على اي فيو تاني تلاقي الموديل بتاعك موجود، تمام؟ يعني رسمت في بلان مثلا، رسمت عمود، لو رحت وقفت في الاليفيشن اشوفه، وقفت في 3 دي اشوفه، خدت سيكشن اشوفه، كل الفيوز دي هو طلعها من بلان واحده انا رسمته، تمام؟ وسهوله التعديل، لو مسحت العمود دوت في البلان هلاقي اتمسح في الاليفيشن وال 3 دي والسيكشن وكل الفيوز اوتوماتيكلي برضه. تمام. بس يعني ده دي فيتشر بتاع برنامج البي اي ام. طيب انا حابب اسمع منكم لو في عندكم اسئله معينه او كده. ما في اي اسئله، يعطيك العافيه، ما قصرت. تمام يا هندسه، تسلم. في أداة شو سيميوليشن، إذا ممكن نعرف إيش الاستخدام تبعها؟ الأداة بتاعت إيه؟ السيميوليشن بالبوكس هنا. السيميوليشن؟ كلام على الأنيميتر ولا على إيه؟ آه، بتتكلم على دي؟ يعني السيميوليشن دي لو أنت بيبقى فيه يعني أنت بتقدر تضيف حاجات في الموديل دوت، يعني انا اقدر احط مثلا تراك بتتحرك، اقدر احط تاور كرين او موبايل كرين بيتحرك، اقدر احط الحاجات دي كلها في الموديل يعني. فانا اقدر اشوف لو في كمان المودلز الكرينز والايكوبمنتس اللي عندي دي لو بتتحرك هتعمل كلاش او تعارض مع الموديل بتاعي ولا لا. تمام. تمام. يعني ف يعني انا عارف، انا اتمنى ان نكون من كلامك يعني احنا متفقين فعلا على ان الحته دي في النفس هتفرق كتير، بس زي ما باشمهندس عبد الوهاب قال، التريننج بقى بتوع الناس اللي بيستخدموه، وعشان كده اوتو ديسك بتحاول دايما ان هي تخلي البرامج دي اسهل في التعامل، ان هي تبقى شائعه اكتر، لان هي حته التريننج او ان يبقى في مهندسين كتير بيعرفوا يشتغلوا عليها، هي دي البوينت فعلا اللي هتفرق دلوقتي. يعني عموما احنا كده خلصنا، ماشي. يعني اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة في الوقت الصغير ده، او عرفتوا خدتوا فكرة عن النفس، عن البي اي ام، عن امكانيات برنامج النفس. بس ولو في اي سؤال عندكم يعني اكون مبسوط. جزاك الله خير باشمهندس. الله يخليك يا هندسة. الف شكر هندسة، ربنا يجزاك خير. الله يخليك، يعطيكم العافية جميع. الله يخليك هندسة، تسلم. شرفت معرفتك يا باشمهندس، متشكرين جدا. شرف ليا يا باشمهندس حازم، تسلم.